السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم اسعار الدولار والعملات ليوم الجمعة 15/3/2024 من قناتي انا وحياتي، فضلا وتكرما منكم اخواتي. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. انخفاض كبير جدا في سعر الدولار في السوسة، وانخفاض ايضا في سعر الدولار في البنوك. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك: جنيه استرليني 61 جنيه 35 قرش، دينار كويتي 155 جنيه 88 قرش، اليورو 52 جنيه 42 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 75 قرش. سعر الدولار في البنوك: شراء 47 جنيه 75 قرش، البيع 47 جنيه 85 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: جنيه استرليني 61 جنيه 48 قرش، دينار كويتي 156 جنيه 3 قروش، درهم إماراتي 13 جنيه 6 قروش، اليورو 52 جنيه 49 قرش، الريال السعودي 12 جنيه 79 قرش. وسجل الدولار في السوق السوداء: شراء 47 جنيه 50 قرش، والبيع 47 جنيه 98 قرش. بشكركم اخواتي دايما وجودكم في قناتي شرف كبير ليا. في الختام دايما اسال الله لكم الخير كله يا رب، عاجله واجله. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.